له هذاك شنو عملت اليوم بونجور الساعة. فهمت علاش انا تحلت 9 نتاع الصباح مخي حكي لي باش نخرج باش نمشي نقضي انا تو بقضيات بالهدايا. كملت البلدية حاسين لو كنت شاد الصف في البوستة وطلعت القضية متاعي مش في البوستة دوق توا بانكا باش نمشي للبانكا وهذا كله في بيجاما راهو مشيش تقول له حتى الحطة ولا لابس لا راني ما باش ربط قهوة. قمت الصباح هكاكا عرفتك اللي مخي ماهوش قاعد يخدم. خرجت من الدار وكها وهزيت البورتفوليو متاعي ربي يقضي الامور. نهار اثنين هو والعمال على ربي والعباد كل متهمة وماشي تخدم. نحكي لكم مش على المهزلة متاعي معناها بالحق راني انا الاوتفيت حاجة فمش وصفي وصفها معناها او مع كل احتراماتي الناس لكل انا راني في السنتروفيل معناها نسكن ربي الحقيقة ليه هم في بيجاما والايز ايز لا لا سكوزمي انا الانستغرامر اللي تراو فيه في الفيد على الانستغرام بتاعه ما عندوش حتى علاقة بالانسان اللي يسكن في المدينة العربية. سكوزني معنا جانب هيك نخرج لبس حوايج لهنا. احنا جايين هنا عشان نوشوا اللي بعد غسلنا الوسخ ولا ايه؟ انا طول عمري غسيلي زي الفل في مصر كلها. ده انا حتى بياخدوا الغسيل بتاعي في الاعلانات اللي بيعملوه. هو ايه ده يا جماعة ايه؟ يا اخوانا هتلم انت يا العزوبية والاندبندانس ما همش سهلين بصراحة بصراحة ملخ. انا الاوراق الكل مخي المتواضع نجم يقبلها في تونس الا حاجة برك كما اللي صارت لي انا اليوم نسخة من بطاقة التعريف اللي هي كما يعملوها فاست سيناسيس اللي بتمشي تاخو استوريك سيناسيس لازمك تهز معك نسخة من بطاقة التعريف. اليوم في البنك قالت لي نسخة من بطاقة التعريف قلت لها يا غالية كيف معناها نخرج لازمني نلوج انا وين نطبع نطبعها ونعاود نشد الصف من الاولى خاطر مانيش في الاجنس متاعي. انا مستانس باش احمد تليلي قدري عالي ياسر ما نقضي حتى شيء وما نعمل حتى شيء الحقيقه هكا بيا يبدو تخرجت طبعا